عايز اعرف احساسك في اول يوم كنت موجود فيه في القاهره، اول يوم دخلت في نادي الاهلي، واكيد تم استقبالك بشكل يليق باليو ديانج، لاعب كبير، لاعب هيكون ليه مستقبل مع النادي الاهلي، لكن عايز اعرف شعورك الشخصي في يعني رؤيتك لجمهور النادي الاهلي في استقبالك، وايضا الاداره وتقديمك في مؤتمر صحفي، شعورك كان عامل ازاي؟ tout d'abord quand j'ai mis كنت يعني اشعر بالفخر عندما وصلت النادي الاهلي. الاستقبال كان رائع، حفاوه الجمهور، انا سعيد بجد بتواجدي في النادي الاهلي، في التمرين مع الجمهور في كل مكان، واتمنى ان اكون اضافه قويه للنادي الاهلي. اليو، يمكن انت شفت استقبال جمهور النادي الاهلي ليك والاداره، وازاي تم تقديمك في مؤتمر صحفي وانت لسه ما لعبتش ولا مباراه، فما بالك بقى لما تلعب اول مباراه وتبقى نجم كبير في النادي الاهلي ويكون احد العناصر المهمه. هل متخيل جمهور النادي الاهلي هيعمل معاك ايه، او ازاي هيرحب بيك اكتر، وازاي هيحبوك؟ وجمهور الاهلي لما بيحب لعيب بيرفعه لاعلى مكان موجود عنده. Ouais, bon, avec les fans de la Ligue, donc je sais quand même, donc ils n'ont pas. انطباعي عن جمهور النادي الاهلي ان هو جمهور محب لناديه لاعلى درجه، محب للانجازات، وبالتالي اللي لازم اعمله ان ابذل اقصى جهد، اني طبعا اكون على قد المسؤوليه، واكون طبعا يعني احقق الرضا للجمهور والرغبه دايما في الجمهور ان يجي يشجع كل يوم النادي. اليو، يعني وصولك للقاهره وانتقالك من الجزائر، اكيد انت بتتكلم لغه فرنساوي والجزائر بتتكلم فرنساوي، فما كانش عندك مشكله في الاندماج او ما كانش عندك مشكله في التعامل، لكن وصولك الى القاهره لغه مختلفه، بلد مختلفه، لكن شعب مصر شعب طيب، شعب ترحاب، يرحب بكل الجنسيات اللي موجودة وبكل اللغات. هل اليو ديانج اندمج منذ وصوله للقاهرة مع البلد ومع الشعب ومع العادات والتقاليد والطرق في التعامل، ولا لسه ما اندمجش ومحتاج وقت علشان خاطر يعرف يكون ما بينه وما بين مصر وشعبها كيمياء؟ أنا ما عنديش مشكلة خالص في الاندماج في مصر. أنا بتكلم يعني أنا بفهم اللغة الإنجليزية، ما بقدرش أعبر بس بفهم كويس، ولكن ما عنديش مشكلة خالص في التعامل أو في التواصل في مصر. أنا سعيد وحاسس إن أنا هقدر أتأقلم على الوضع بسهولة.